الآن نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي. أهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد بالأنبار، والتحالف الدولي يعلق إنها هجمات تقوض سيادة العراق. تحشيدات تظاهرات 25 من أيار تتواصل في بغداد والمحافظات، لن نتنازل عن دماء شهدائنا غدا يقول المحتجون. كبار القادة يناقشون خطط تأمين الانتخابات، وصالح يقول النزاهة والأمن ضرورة قصوى لتأمين الإرادة الحرة. البداية من أبرز التطورات الأمنية، حيث أعلن الإعلام الأمني عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار دون خسائر تذكر. من جانبه أكد الناطق باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو تعرض قاعدة عين الأسد الجوية لقصف صاروخي ولم يبلغ عن وقوع إصابات، مضيفا أن هذه الهجمات تستهدف الحكومة وتقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية. وخلال أقل من 24 ساعة استهدفت عبوتان ناسفتان رتلين للدعم اللوجستي تابعين للتحالف الدولي في هجومين منفصلين في محافظتي الأنبار وذقار. وأفاد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الأنبار السريع، مشيرا إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة أحد أفراد حماية الرتل. وفي هجوم منفصل استهدفت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق ضمن مدينة السماوة في محافظة المثنى عند مرور رتل للدعم للتحالف الدولي استهدفتهم دون تسجيل إصابات بشرية. للمزيد حول تطورات ملف قصف قاعدة عين الأسد ينضم معنا مراسلنا من الأنبار إدريس يحيى. مرحبا بك إدريس. إدريس، أطلعنا على آخر المستجدات حول قصف قاعدة عين الأسد. نعم زميلي، حدث قبل قليل استهداف قاعدة عين الأسد بصاروخ نوع كاتيوشا. حسب المصادر الموجودة هناك انطلق الصاروخ من الجهة المقابلة لنهر الفرات في الجزيرة، غير الصاروخ طبعا مساره ولم يستهدف بالتحديد قاعدة عين الأسد المستهدفة، مما سقط على الحي الموجود بالقرب من القاعدة الذي يبعد تقريبا 3 أو 4 كيلوات عن القاعدة. أمنيا داخل القاعدة قامت القوات الأمريكية بإطلاق صافرة الإنذار تحسبا لإعادة إطلاق صواريخ مرة ثانية عليها كما معتاد عليه سابقا. أما خارج محيط القاعدة فقد قامت القوات الأمنية بانتشار للمفارز والتفتيش عن إذا ما كانت موجودة هناك هذه المنصات التي أطلق منها هذه الصواريخ لتفادي إعادة إطلاق الصواريخ على القاعدة مرة ثانية. نعم إدريس، شكرا أيضا، شكرا جزيلا لك مراسلنا. نعم. من الأنبار على هذه المعلومات. يواصل الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي التحشيد لتظاهرات يوم غد الثلاثاء، وقال الناشطون إن التظاهرات ستركز على المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين ومحاسبتهم، وستنطلق تحت شعار أنا الشهيد من قتلني. وبيّنوا أن التظاهرات ستكون مركزية وسيحضر جميع الناشطين والمتظاهرين الذين دعوا إلى هذه التظاهرات في ساحة التحرير، وأضاف إما المحافظات البعيدة فستكون هناك
تظاهرات في المحافظات ذاتها، وتحديدا تلك التي يتعذر وصول المتظاهرين لبعدها عن العاصمة. هذا وجدد الناشطون عبر مواقع ومقاطع صورية نشرت على مواقع التواصل من كافة المحافظات، أكدوا على أن لا تنازل عن مطالب الحراك الشعبي المتعلقة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم. من أجل الشهيد إيهاب موعدنا 25 أيار. بنروح نقتل نبديك يا إيهاب، بنروح نقتل نبديك يا إيهاب، بنروح نقتل نبديك يا إيهاب. منتظرينكم 25 أيار، لا حد يهتف. من باب القضاء المحاويل موعدنا يوم 25 أيار. للمزيد حول آخر تطورات ملف الاحتجاجات ينضم معنا من بغداد مراسلنا علي عبد الكريم. علي مرحبا بك، أود أن أسألك علي عن التحشيدات الحاصلة منذ أسبوع تقريبا لتظاهرات 25 من هذا الشهر والتي ستكون غدا، ما بجعبتك من أخبار؟ كيف تسير هذه المشاركة من قبل المتظاهرين ليوم غد؟ مرحبا بك محمد وبكل مشاهدي قناة الفلوج الفضائية. استعدادات كبيرة في العاصمة بغداد لتظاهرات يوم غد خاصة من قبل الناشطين. تظاهرات يوم غد ستكون في ثلاث ساحات، ستبدأ بساحة مساحة النسور وساحة الفردوس، سيلتقون هنا يعني ستبدأ التجمعات بساحتين الفردوس والنسور، وبعدها يأتون إلى هنا حيث التجمع الكبير سيكون أبرز مطالبهم كما حدثونا عدد من الناشطين هي الكشف عن قتلة المتظاهرين منذ تشرين الأول عام 2019 ولغاية الآن، وأيضا الكشف عن مصير المغيبين، الكثير من المغيبين من الناشطين والمتظاهرين إلى غاية الآن لا يعرف مصيرهم. أما عن الاستعدادات الأمنية فهناك استعدادات أمنية كبيرة من قبل القوات الأمنية، نشاهد اليوم الآن نحن متواجدين بساحة التحرير قوة كبيرة من قوات حفظ القانون متواجدة بساحة التحرير، أيضا يمنع دخول الدراجات النارية وعجلة التوك توك والسيارات الحمل الكبيرة إلى ساحة التحرير خوفا أو لتأمين المكان بصورة كبيرة. نعم محمد. نعم، التظاهرات غدا تأتي للتأكيد على مطالب المتظاهرين والتي من ضمنها محاسبة قتلة المتظاهرين، وبالإضافة إلى موضوع الانتخابات وبسبب عدم محاسبة المتظاهرين هناك من سيقاطع هذه الانتخابات. هل استطلعت آراء بعض من سيشارك غدا في الانتخابات في المسيرة في التظاهرة حول موضوع الانتخابات من مشاركتهم من عدمها؟ يعني الكثير يتحدث أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل عدم توفير بيئة آمنة للانتخابات، أيضا يعني يوم غد هي من مطالبهم ضرورة توفير بيئة آمنة للناخبين وأيضا للمرشحين في الوقت الحالي، وخاصة بعد اغتيال عضو تحالف عزيم هشام المشهداني وقبله الناشط الكربلائي، ترتفع الدعوات مجددا إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للانتخابات من أجل المشاركة. أما في الوقت الحالي وفي ظل عدم توفير بيئة آمنة وأيضا قانون الأحزاب الذي كانوا يطالبون فيه منذ بداية تشرين هو إلى غاية الآن لم يفعل بالصورة التي هم كانوا يطالبون بها، وحتى قانون الانتخابات يتحدثون أنه قانون الانتخابات تم تفعيله وتم العمل عليه بما يخدم الأحزاب والكتل السياسية الهم رافضيها منذ بداية الاحتجاجات، ويتحدثون أنه في ظل استمرار هذا القانون وفي ظل استمرار عدم وجود أمن انتخابي فإن الوجوه ستكون نفسها، وبالتالي نضطر للعودة إلى ساحات الاحتجاج. نعم، شكرا لك علي عبد الكريم من بغداد. رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر شارك أهالي بغداد عزاء الشهيد هشام المشهداني الذي اغتيل قبل يومين في الطارمية، وقال الخنجر في تغريدة له إنها لحظات قاسية
ونحن نودع شهداء الموقف والإنسانية والكلمة دون حراك حقيقي لوقف آلة الموت. وأضاف الخنجر: أتمنى على كافة السلطات في العراق أن تتكاتف من أجل وضع حد للمجاميع الإرهابية التي تعبث بدماء الأحرار. تلقى رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر برقية تعزية من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني باستشهاد عضو تحالف عزم هشام المشهداني في قضاء الطارمية شمالي بغداد. وتلقى الخنجر اتصالا هاتفيا من القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زباري، نقل فيها تعازي البارزاني بالحادث الأليم، فيما جدد بارزاني دعمه ووقوفه مع تحالف عزم في التحديات التي يواجهها في ظل الأجواء المضطربة في البلاد، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد. فيما ثمن الشيخ الخنجر موقف بارزاني مؤكدا أن تحالف عزم ماض من أجل إنجاح العملية الانتخابية وبما يخدم العراق والعراقيين جميعا. اغتيال المرشحين والناشطين، وآخرها حادثة اغتيال عضو تحالف عزم الشهيد هشام المشهداني في الطارمية، يثير مخاوف من استمرار الاستهداف المنظم للقوى الفاعلة، ويجدد مطالب شعبية بضرورة تعزيز الأمن في المناطق التي تشهد تكرارا للخروقات الأمنية قبل الانتخابات. يبدو أن المنافسة الانتخابية غير الشرعية بدأت مبكرا من خلال اغتيال عضو تحالف عزم هشام المشهداني في منطقة الطارمية، وقبله الناشط إيهاب الوزني في كربلاء، شهيدان مختلفا الانتماء والتوجه، إلا أنهما كانا هدفا سهلا للسلاح المنفلت والإرهاب اللذان أصبح الهاجس الذي يؤرق المرشحين والقوى السياسية على حد سواء. الدولة الآن عاجزة أن توفر الأمن الانتخابي للمرشحين، كيف بكرة والانتخابات على الأبواب كيف تستطيع أن تفرض الأمن الانتخابي لعموم العراق؟ وبالتالي هو أداء وتقصير واضح من قبل الحكومة. اغتيال المشهداني بمنطقة الطارمية دفع الأهالي للمطالبة مجددا بضرورة تشكيل فوج الطارمية وتفعيل الجهد الاستخباري بالتعاون مع أهالي المنطقة، خاصة وأن الطارمية تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية. قلنا عدة مرات نحتاج الجهد الاستخباري بالمنطقة، تشكيل فوج من المنطقة من أهاليها من كل القضاء من كل عشائر القضاء، وإن شاء الله راح يتم هذا حسب ما وعدونا به. ودفع الخوف عددا من المرشحين إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، فيما تتوالى المناشدات بضرورة تأمين أمن الانتخابات لتلافي أي خروقات مقبلة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. رصاصة واحدة تزهق عبرها أرواح الناشطين والصحفيين والمرشحين للانتخابات المقبلة أيضا، ويستهدف منفذو عمليات الاغتيال كل فاعل ونشط على الساحة، ولعل الأمر يسهل كل ذلك، وما يسهله أكثر السلاح المنفلت الذي ينذر بتصفير العملية الانتخابية قبل بدئها. بلغة الأرقام، هناك نحو 100 شخصية موزعة بين ناشط في التظاهرات وسياسي وصحفي ومرشح للانتخابات، كانت قد تعرضت لمحاولة اغتيال أو تم تصفيتها فعليا على مدار 18 شهرا فقط، واستمرارها يعني دفع العراق إلى الفوضى بدلا عن إحداث التغيير المنشود عبر صناديق الاقتراع. ولعل أقوى رسالة للإفلات من العقاب هي تلك التي يرسلها منفذو عمليات الاغتيال بالوقوف قرب الضحية المراد تصفيتها وأمام مرأى ومسمع من الجميع. وعامل القوة لعصابات القتل هو أن العديد منهم محميون من أحزاب سياسية، لكن السيناريو الأكثر خوفاً يكمن في سطوة السلاح المنفلت الذي قد ينسف بشكل كبير الدعوات للتغيير التي نادى بها حراك تشرين عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد 4 أشهر، فضلاً عن كونه سيبقي الوجوه القديمة التي لطالما طالب بتغييرها المحتجون. وفي الشأن الانتخابي، شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة إجراء الانتخابات
بشكل عادل ونزيه، فضلا عن توفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة من أجل تأمين الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت. وأكد صالح أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبيرة بوصفها استحقاقا وطنيا لا يجوز التعرض له أو التأثير عليه. وجرى خلال اللقاء استعراض الجداول الزمنية الخاصة بالانتخابات، وجرى التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، بالإضافة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية والمراقبة بما يسهم في إنجاح الانتخابات، ويضمن السيادة ويضمن احترام القرار المستقل للعراقيين. أثناء ذلك عقدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات عقدا اجتماعا تضمن مناقشة خطط تأمين العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بها. وجرى خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الفريق عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة بحضور قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي وبحضور عدد من القيادات الأمنية، ناقشوا الاستعدادات الجارية لتأمين الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، فيما تم بحث الأمور الكفيلة بجعل العملية الانتخابية نزيهة ولتأمين المراكز الانتخابية وتسيير حركة المواطنين أثناء الانتخابات ومعالجة المشاكل والخروقات التي من الممكن حدوثها، فضلا عن التواصل الدائم مع الجهات الساندة. وفي تصريح لقناة الفلوجة تعهدت وزارة الداخلية وعلى لسان الناطق باسمها اللواء خالد المحنة بحماية العملية الانتخابية في عموم محافظات العراق، وذلك بموجب اتفاقية مع مفوضية الانتخابات، فضلا على تعهد الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي للمفوضية. تعهدت وزارة الداخلية بتأمين المراكز الانتخابية وكذلك المفارز المتنقلة للمفوضية، وأيضا كثير من الدعم اللوجستي الذي سوف تقدمه وزارة الداخلية سواء في جانب البنى التحتية، خزن الصناديق، صناديق الاقتراع، وكذلك بعض العجلات والأمن الإلكتروني، وكثير من الجوانب تعهدت بها وزارة الداخلية بتقديم الدعم إلى مفوضية الانتخابات. من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس المفوضين تتولى التدقيق في الإجابات الواردة من الجهات الأمنية والتحقق، وهي الآن بصدد دراسة لصحة الأجوبة الواردة من هذه الجهات لإجابة مجلس المفوضين خلال 48 ساعة بغية البت بأهلية المرشح. كما شكلت المفوضية لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس المفوضين تتولى تدقيق الإجابات الواردة من الجهات الأمنية والتحقق من أهلية المرشحين على وفق قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المعدل. اللجنة الآن بصدد دراسة صحة الأجوبة الواردة من هذه الجهات لإجابة مجلس المفوضين خلال 48 ساعة بغية البت بأهلية المرشح. في التطورات الاقتصادية حدد مجلس النواب الاثنين المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية عبد الأمير علاوي داخل البرلمان، ومن المتوقع أن تشهد جلسة الاستجواب طرح مواضيع مالية مهمة تتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار وآخر تطورات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتباحث بشأن مصير المبالغ المستحقة والمستحصلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، فضلا عن مناقشة موازنة العام المقبل والتي تعتزم الحكومة أن ترسلها إلى البرلمان قبل الانتخابات. اقتصاديا أيضا احتل العراق المرتبة 15 بعد 100 عالميا بين أفقر دول العالم خلال عام 2021 بحسب مجلة جلوبال فاينانس. وذكرت المجلة أن العراق احتل المرتبة 15 بعد 100 من أصل 194 في العالم العربي. صنفت الدول العربية الأشد فقرا على النحو التالي: الصومال، ثم اليمن والسودان، ثم ليبيا والمغرب، ثم العراق والأردن، فلبنان ومصر.
مليارات ومساومات انتخابية ترافقها معاناة ومناشدات، كلها عناوين من أجل تبليط شارع في قرية الطريشة بمحافظة صلاح الدين، والبالغ طوله 10 كيلومترات، والذي كان من المفترض أن يتم إنجازه قبل 8 سنوات، والسبب سوء الإدارة من المعنيين في المحافظة. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. 1,650,000,000 دينار لم تكن كافية لتبليط طريق مساحته 10 كيلومترات، وبعملية حسابية بسيطة تكلفة الكيلومتر الواحد هي 165,000,000 دينار، ولكن الفاسدين استولوا على هذا المبلغ ولم يبلط الشارع الواقع في منطقة الطراشة التابعة لناحية المعتصم جنوب قضاء سامراء. والمواطن يتساءل إلى متى نبقى نعاني ونواصل شكوانا للمسؤولين وما من مستجيب. 2013 استلمت الدولة باشرت بيس اعطوتهم سلفة تشغيلية، ضربوا السلفة التشغيلية وراحت حالوا ورا ما جت النزاهة، حالوا عن النزاهة أخذوا من عنده 1,650,000,000، قلت لك 10% ما نفذوا من هذا المشروع. فهاي كل من يجي يغنينا على هالشارع، وكل المناطق تبلطت، أفرع شوارع ما ضل شيء، بس هذا الشارع الوحيد ما بلطونا إياه. شماعة داعش والموازنة وكورونا أصبحت عذارا للمسؤولين الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم بأمانة، وأهالي المنطقة اعتمدوا على إمكانياتهم بتهيئة الطريق بالسبيس، والمقاولين سرقوا حتى جهودهم. والمفارقة هنا أن الانتخابات ستدخل على الخط بمساومة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لجهة معينة من أجل تعبيد الطريق. بدأ الشغل به أول ما دفنوه بتراب، صارت الأحداث مال داعش، تركوا العمل به، ورا ما رجعت المناطق اجي هنا تراب تدري به مطر، انقطع الطريق، انجمعت السكان المنطقة عليه ودفنوه على حسابهم الخاص، اجت النزاهة عليه. فالمقاول يقول انا دفنته، واحنا كان عندنا شهود احنا دفناه على حسابنا الخاص. اي مساومات سياسيه، يا تنتخبني يا ما يتبلط الشارع، هذا الشارع تابع لفلان لفلان جهه، هذه الجهه توقفت شغل الشارع. هل عجزت اداره المحافظه والنزاهه عن زج الفاسدين بالسجون واعاده المبلغ الذي تجاوز 1,500,000 الذي خصص لتبليط شارع يخدم المواطنين والقوات الامنيه والمزارعين؟ أم إن الفساد والمساومات الانتخابية أقوى من إرادة الدولة؟ لقناة الفلوجة، عبد المنعم الويسي، صلاح الدين. في السياق الخدمي، تظاهر أهالي قرية الشيماء التابعة لناحية بني سعد في بعقوبة قاطعين الطريق الرئيسي بين مركز ديالى والناحية احتجاجا على تردي الواقع الخدمي في ناحيتهم، مؤكدين أن منطقتهم تشهد ترديا خدميا وخصوصا في قطاعي الكهرباء والماء. درب ماكو، ماي ماكو، كهرباء ماكو، كل شيء ماكو. تبليط مجال. شنو تصرف علي من؟ شو تريدون؟ شو اريد كهرباء، ماي، عجز، يفتحون الطرق هاي ماكو بلشه. مطالبنا بسيطة جدا، لأن إسلاك كهرباء عندنا من 1981، مجاري تعبان، سووا لنا هيك كلاوات، مجاري نفذتها الدائرة، المي مشروع جديد والمشروع ما يكفي لنص ساعة لأن الخزانات مالته كلها صغيرة، نفذت دائرة المي مشروع من صناعة للشيء ما اشتغل ولا نص ساعة، أخذوا المبلغ وقريتين عليه، ما يغذي، وإحنا حاليا نشرب من المي من المشروع. عالميا، اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني نحو 100 مواطن فلسطيني في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية خلال الساعات 24 الماضية بعد حملة مداهمات لمنازلهم، ومن بين المعتقلين أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، والناشط المقدسي فادي مطور، والناشط نور الشلبي. وجاءت هذه الاعتقالات بعد عملية اقتحام لمستوطنين صهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. اللي صار اليوم من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه هو إعادة سيناريو اللي صار في 28 رمضان قبل بداية الأحداث، وبنفس الوقت الاحتلال كسر التهدئة. الوضع شالي مش مريح، هنا كل القوات الاحتلال عم تتجول بالأقصى،
عم بيحاولوا يتدخلوا ويعملوا أي شيء إن يحاولوا يبتزوا. في تطورات الصحة العالمية، اجتمعت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لبحث كيفية بناء عالم ما بعد كوفيد-19 ولمنع كوارث وأوبئة أخرى، وما إذا يجب إعطاء سلطات أوسع لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها أدهانوم غيبريسيوس مدير عام الصحة العالمية بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ المنظمة، يكمن في مدى إمكانية إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ولمنع أوبئة في المستقبل. بعد إصابة الآلاف من مرضى كورونا في الهند بعدوى الفطر الأسود، وإعلان شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم إصابته بمرض الفطر الأسود في عينه، أصبح هذا المرض مثار جدل في الأوساط الطبية وسط تداول معلومات غير دقيقة أثارت اللغط حوله. التفاصيل في سياق هذا التقرير. هز الأوساط الفنية والوطن العربي تصريح شقيق الفنان الكبير سمير غانم الذي أعلن إصابة الفنان المصري بمرض الفطر الأسود في عينيه، مؤكدا تخطي أخيه فيروس كورونا لكنه أصيب بفشل كلوي حاد وبمرض الفطر الأسود أو ما يعرف بفطار الغشاء المخاطي، مما أدى إلى تفاقم حالته ووفاته. هو سمير عدى خلاص الكورونا وكان بوست كورونا، يعني ما كانش في حاجة، بس هو سبحان الله تعددت الأسباب والموت واحد، حصل يعني فشل في الكلى والرئة، بيبص له هو عينه اليمين سبحان الله قالوا فيها فطر، يعني سبحان الله من أوحش الحاجات اللي تيجي للبني آدم سموه الفطر الأسود، فده اللي هو كان سبب كل اللي حصل. وبعد إصابة آلاف مرضى كورونا في الهند بعدوى الفطر الأسود، أصبح هذا المرض مثار جدل في الأوساط الطبية وسط تداول معلومات غير دقيقة أثارت اللغط حوله. وأكد الأطباء في مستشفى براغ الجامعي أن الفطر الأسود لا يسبب المرض إلا نادرا، لكن الأشخاص ضعيفي المناعة معرضون أكثر للإصابة، مثل مرضى نقص المناعة المكتسبة، وذلك نتيجة استخدام مثبطات المناعة والكورتيزون لمدة طويلة، بالإضافة إلى مرضى السكري الذين يتناولون أدوية الكورتيزون ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة من غيرهم، مؤكدين أهمية التطعيم وارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في المقام الأول. وأعراض الفطر الأسود: التهاب الجيوب الأنفية وانسداد الأنف أو احتقان وسيلان الأنف، وألم موضعي في عظم الوجنة أو تنميل أو تورم، وتغيير اللون أو ظهور سواد فوق الأنف، وحدوث حركة في الأسنان أو مشكلات في الفك والبصر، وألم في الصدر، وتفاقم أعراض الجهاز التنفسي. وأكدت الأوساط الصحية ضرورة اكتشاف العدوى مبكراً وإزالة الأنسجة الميتة، حيث يضطر الجراحون أحياناً إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ. ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، يبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%. عفانا الله وإياكم. إلى العناوين. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار، والتحالف الدولي يعلق إنها هجمات تقوض سيادة العراق. تحشيدات تظاهرات 25 أيار تتواصل في بغداد والمحافظات، لن نتنازل عن دماء شهدائنا غدا يقول المحتجون. ك
كبار القادة يناقشون خطط تأمين الانتخابات، وصالح يقول النزاهة والأمن ضرورة قصوى لتأمين الإرادة الحرة. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله. We'll be right back.